منتصب القامة، مرفوع الهامة، محفوظ الكرامة. لا يستطيع أحد أن يتهمني بأني نافقت يوما في حياتي. إنها تحية إليكم أيها الإخوة، هذه آخر مرة لي، في المرة الجاية أسلم الراية. ضع في يدي القيد، ألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني. اليوم مات مبتسما صاحب هذه الكلمات الخالدة، اليوم ترجل هذا الفارس، اليوم رحل العلامة يوسف القرضاوي. حينما ذهبت إلى الشيخ كنت ظن أنها لا إصطاف في سكرتيري، وأنا أول سكرتير خاص يذهب للعمل مع الشيخ، وكان سنه 71 سنة، كنت يكون في إصطاف كبير وأنا واحد منهم، لقيت نفسي لوحدي. فعز علي هذا الموقف بصراحة، إزاي رمز بهذا الحجم يظل إلى هذا السن هو اللي بيروح يجيب رقم الآية من المصحف بنفسه ويخرج الحديث بنفسه ويكتب بخط إيده، وبعدين حد يروح يطبع ويرجع له. الجهد ده كله لو توفر في أفكار وعلم أبرك من إن يضيع في جهد عضلي. يعني واعتبرت ده شيء من الجحود مع هذا الرمز الكبير. يعني الشيخ كان بيقول رحمة الله عليه: أنا مذهبي أو مبدئي التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة. اديني مثال على حكاية التيسير في الفتوى دي. الشيخ يعني رأي دائما يميل إذا كان في القضية أو في المسألة رأيان، رأي بالجواز ورأي بالتحريم، وتتكافأ الأدلة يرجح الإجازة. شفنا كلامه في الغناء، في الموسيقى، في الفنون، في مصافحة المرأة إذا انتفت الشهوة، في كل القضايا دي كان رأي الشيخ القرضاوي الجواز. عندما تتحدث عن الشيخ يوسف باعتباره علم، باعتباره إمام، فأنت تتحدث عن رجل كتب في التفسير والحديث والأصول، وكتب رحمة الله عليه في الفقه بأنواعه، فقه الزكاة، فقه الجهاد، فقه العبادات. كتب الشيخ رحمة الله عليه في الفقه كما كتب في الفكر، كما كتب في التربية، كما كان شاعرا أديبا خطيبا، كما كان رحمة الله عليه ناقدا، كان مربيا من الطراز الأول، كان رجلا لديه سعة الحفظ، موسوع المعلومات، بل امتاز رحمة الله عليه بأنه لم يكتفي بأن يؤلف الكتب، وإنما رحمة الله عليه كان يجوب بهذا العلم وبهذه الكتابات، يجوب مشارق الأرض ومغاربها، حتى زار قارات الدنيا الست. وكان في زيارة ليبيا، هو الشيخ زار ليبيا مرتين، مرة لم أكن موجودا، كان معاه يعني ابنه الدكتور محمد وبعض الإخوة، وفي اللقاء ده كان هو يعني طلب إني يعفو عن ناس واخد، وقال له شوف المسجون أهو تقدر تراجع نفسك فيه لو ظلمته، إنما اللي هتشنقه لو ظلمته هترجعه منين؟ هترجعه الحياة مش هترجعه، فإياك وإراقة الدماء. فالقذافي يعني قال له طيب تكتب لي كتاب طلب بكده؟ لما رجع الشيخ قال عايزين نكتب، قلنا كتاب، كتبنا كتاب ووصلته للسفير الليبي في قطر آنذاك ووديت الرسالة، ثم عفى عن هؤلاء الناس. في الزيارة الثانية الشيخ أغلظ بالكلام، مش أغلظ يعني، نصح بشدة القذافي وناقش القضايا بتخاريف وفي حكاية السنة، وما نقولش قل هو الله أحد، لا هو الله أحد. فبقول له يا مولانا يعني هتضحكنا وإحنا في وفاة الشيخ ناصر، فبقول له يعني يا مولانا يعني خف شوية، ده مجنون، ده لا يبالي، ده يموتني. والشيخ طبعا واخده مسألة إني يعني يصدع بالحق، يعني أيوه فيها إيه لما أختم حياتي بالشهادة. فالشيخ رحمة الله عليه مما امتاز به في الكتابة والتأليف والعلم والدعوة أنه رحمة الله عليه كان ينظر في كل مسألة بعينين، بعين الشرع وعين الواقع أو العصر. كذلك سأعيش معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيى ديني.